السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرة للشغل على الأوتوكاد والشغل على الريفت. أول حاجة في الأوتوكاد كنت بقدر أرسم خطوط كتيرة عشان أوصل لحاجة أنا عايزها. يعني مثلا عايز أرسم صاج، وبقدر أرسم خط، وبعد كده أوفست. شوف مثلا عايز مثلا 200، تمام. بعد كده عايز أرسم الصاج التاني، روتيت كوبي، تمام. عايز ارسم فيلت راديوس 50، تمام. كل ده عشان ارسم السوك. بينما في الريفت بكل بساطة جدا بختار الضغط وابدأ ارسم عادي، وبحدد طول العرض ولا كل ما انا عايزها وابدأ ارسم عادي، تمام. هنا الشغل كله في التو دي، فلما ابص عليها من اي زاوية من الزوايا، ما بيجيش معاها خالص، لان هو انا شايفها في التو دي، هي اصلا تو دي، فشايفها كلها خط واحد. انما هنا كل شغل سي دي، مفيش حاجة اسمها تو دي زي ما حضراتكم شايفين. هناك الاول كنت قاعد احصر يدوي، لا هنا عندي امر واحد بس، سكادول، خلاص يجيب لي الحصر. عايز ارسم سكشن، هنا كان لازم اقعد ارسم خطوة خطوة سكشن، لا هنا على طول امر واحد برضو ارسم السكشن لحد المكان اللي انا عايزه، ولا السكشن اترسم، تمام. هناك لو كان في تعديل في الشغل نفسه لازم اروح ادور عليها على السكشن واشوف انا حتة اللي عايز تعدل واقعد اعدلها. هنا تعدل اوتوماتيك، مجرد ان اعدل في الشغل تعدل في السكشن. دي بعض المزايا اللي بتعجبني في الريفت، عشان كده بحس ان الواحد لازم يتنقل للريفت ويبدأ يتعلمه. اتمنى اكون استفدت ان شاء الله. عمرو سليم.